إخواني أخواتي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم جبت لكم كيفية تحضير العجينة المورقة أي لاباط فيتي، لهذا لازم تبعوا معايا مليح طريقة التحضير باش تنجح لكم هاد العجينة، باسكو هاد لاباط تري امبورطون دون لاباتيسري، يحضروا بها لي ميلفوي لي غالات رويال اي بوكو دو باتيسري، اي اوسي الي تري امبورطون فلافينوازري يعني المعجنات، يحضروا بها لي كرواسون لي بالمي لي شوزون بوم، ويخدموا بها ميم لا شاركوتري يعني اللحوم البارده، يخدموا بها لي تورت لي بوشي لي باتر اون كروت، ميم لي بيتزا لي كوكا لي فولوفون. يعني هاد لاباط عندها عده استعمالات، والمكونات تاعها بسيطه جدا، هما الماء والملح والفرينه. الحاجه الاولى لازم لنا لو بور دو فايتاج. هاد لو بور يتباع عندنا في سوبيغات، اللي سبيسيال مخدوم سبيسيالمون لي بات فايتي، لازم نخدموه قبل، لازم نحلوه باش نبداو نقدمو به لاباط. بون بور لي انغريديون لازم لنا كيلو فرينه نقصو منه 100 غرام، يعني يبقاو لنا 900 غرام تاع فرينه، ونص ريتله تاع ماء ورشه تاع ملح. وراني نسيت باش نحط لكم ثاني كويير اسوب تاع دو فينيغر. الحاجه الاولى واش نديرو؟ نحكمو هذاك لو بور دو فريتاج، نحطوه دون ان ساك دو كونجيلاسيون ولا ساك دو كونجيلاسيون. واش نديرو؟ نبداو نخبطوه. هذاك علاش نخبطوه كامل؟ هكذا لازم نبلاطيوه باش لاباط هذيك تاعنا باش يسهل لنا باش يتحل مع لاباط، سينو ما نقدروش كامل نحلوه مع لاباط. نبداو نخبطوه بالرولو حتى يولي طري هكذا كيما راكم تشوفوا. من بعد كي يولي طري هكذاك، شوفوا كيفاش راني نحل فيه بيان، هكذا يولي لنا طري ونخدموه اون كاري، نزيدو نحلوه بيان بالرولو اون ايسي دو ليتالي. لازم نحلوه بهذه الطريقه، سينو ما نقدروش لا تيكستور تاعو ما تخرجش كيما لا تيكستور تاع لاباط. دونك لازم نحلوه ونحضروه الافونس، ونديرو ان كاري دو 20x20 سنتيمتر. شوفوا كيفاش خرجت لنا هنا لاباط، خرجت لنا بيان، وخليتها في الرولو هذاك. دوك لازم يكون السمك تاعها نديرو على حسب السمك تاع لاباط اللي راح نديرها، يعني 1 سنتيمتر دو ديبيسور و 1 تاع لو بور et 1 cm d'épaisseur تاع العجينه، يعني العجينه اللي نديرو بها لهاد لاباط. بون واش لازم نديرو؟ حاجه الاولى نديرو لي زانغريديون سيك كامل ضربه واحده، ونزيدو هذاك لو فينيغر يعني كويير سوب دو فينيغر، ونزيدو نص ريتله تاع ماء. وهنا الماء على حسب تاني الفرينه، الفرينه اللي تشرب بزاف نزيدو لها شويه. انا راني نروح بشويه بشويه حتى كنلمو، لازم لاباط تلم برك، ما لازمش نعجنوها. Il faut pas la pétrir la pâte. Il faut la ramasser ou la mettre en boule bark, c'est tout. Voilà, هايليك هذه يقولوا لها لا ديترومب، سي اون ديترومب. اني لميتها ولا بات، ما لازمش تكون ني دور ني ترو، تكون ان بو دور شويه ماشي بزاف، تكون يابسه شويه. نقطعوها لي 205 دايا باش من بعد نقدروا نحلوها. من بعد واش ندير انا؟ نغطي هذيك لاباط ونخليها تروبوزي 30 مينوت. دوك هنا خليت لاباط تروبوزي 30 مينوت، كاسكو جو في فير؟ دوك انا هنايا راني جبت لاباط تاعي ونحطها في لو بلان دو طراباي، ونصوبودري هذاك لو بلان دو طراباي بهذوك لي بشويه فرينه، ونحلها اون كاري. جيساي دو فير دو فورمي ان كاري دان سنتيمتر ديبيسور، يعني ليبيسور يعني السمك تاعو يكون كيما السمك تاع الزبده هذيك اللي حليناها. شوفوا كيفاش نديرو الزبده هذيك، هنا درنا ان كاري. شوفوا الزبده ما نحطوهاش سور لي ميم كوتي، لي كوتي ما يجوش مع لي كوتي تاع الزبده، نحطوها الانفير. هنا من بعد واش نديرو؟ نبليو هذوك لي بورتور هذوك على اون فورم دونفلوب، باش نبليوهم. شوفوا مليح، نغطيو كاع الزبده هذيك اون دو فوا. شوفي حطينا اون انفلوب وزدت عاود بليتها. من بعد نصبودري لو بلان دو طرافاي
بوي واش ندير هنايا؟ نعاود نونفونسي هذيك لاخر لاباط هذيك هنايا، راني نونفونسيها بيان. انا هنا راني بديت لو برومي تور تاعي. كيفاش نخدمو هاد لاباط؟ هذه لاباط لازم نديرو شاك دو تور نخلوها تروبوزي حتى نلحقو سي تور. انا واش شفتوني ندير قبيله؟ كنت نونفونسي هذيك لاباط باش ما تتحلي، باش الزبده هذيك تشد مع العجينه. من بعد نبدا نحل فيها. هنا حليتها بيان 1 سنتيمتر دي بيسور. دوك انايا هنايا نقدر هاد الزوائد نحيهم، نقدر نحيهم في الاول ولا معقوله في الاخر كيما حبيت. هنا باش يخرج لنا ان بو كاري ولا ريكتانغل. شوفوا هنا كيفاش ندير الزوائد هذوك في داخل لا بوش هذيك. من بعد انا نبلي لاباط تاعي، هذا راني بليتو. دوك هنا واش درت؟ درت ان تور. من بعد نعاود نحل هذيك لاباط تاعي، نشد لاباط تاعي، نونفونسي هذوك الزبده هذيك. لازم نركز عليها مليح باش هكذايا هذوك لي فوي ما يروحوليش. درك لازم نعبز عليهم بيان. انا نزيد نحل لاباط تاعي ونزيد نعاود نطويها. هنا راني درت دو تور على فوا. كي ندير دو تور واش ندير انا؟ نحكم ساشي ولا ساك دو كونجيلاسيون، نغطيها ونديرها تروبوزي او موا 30 مينوت. نقدروا نخلوها نخدموها ونخلوها تروبوزي يا لو كان حتى غدوه من ذاك، باش بالعقل بالعقل، بصح المينيموم لازم 30 مينوت. دوك راني عاود جبدتها، وكي جبدتها نعاود نونفونسي لا ميم شوز نفس الطريقه. شوفوا لي تكنيك هذوما لازم في لاباط فويتي، لازم نونفونسي قبل لاباط هذيك باش نبدا نحلها. دوك راني حليتها، انا درت لو ثوازيام تور. كي درت لو ثوازيام تور دوك نعاود نحلها، نحطها ونزيد نونفونسيها بيان بالرولو هذاك. لازم نفيكسي لي في هذوك باش ما يهربوليش، ونعاود نحلها. شوفوا كيفاش لاباط كيفاش راهي تتعجن بيان، راهي تتحل مليح باسكو لو بور هذاك راه متساوي في لا سيرفاس تاعو، ما راهوش مشدد كامل، والعجينه تتحلي فاسيلمون. شوفوا السمك تاعها كيفاش جاي، شوفوا شي تتحلي فاسيلمون. فوالا العجينه ما يلزمش تخافوها. وهذه لا كونتيتي هذه ديركم اون غراند كونتيتي، يعني هنايا تخبوها تخدموها تحطوها في الكونجيلاتور وتخبوها. فوالا هاني هنايا زدت بليتها. شوفوا كيفاش نعاود هنايا اللي درت كات تور، معناها تاعها نخدم شاك دو تور نعاود نخليها تروبوزي. دوكا راني وليت للمرحله الاخيره. فوالا دوكا راني نحيلها النيلو هذاك، ولازم كل يوم لي كوتي اللي جاي كي الكتاب يجي من جهتكم، لي كوتي اللي التعليم اللي وين نطويهم يجوا من لي كوتي. فوالا شوفوا نونفونسي اشاك فوا، الحاجه الاولى اللي نديرها نونفونسي هذوك لي فوي هذوك باش ما يهربوليش. لازم نديرها بالطريقه الحاجه الاولى باش نبدا نحل لاباط. نحل لاباط تاعي السمك اللي حبيته، بصح هي انا كل يوم ندير 1 سنتيمتر دي بيسور، يعني نحلها بسمك 1 سنتيمتر. لازم تكونوا باسيو مع هاد لاباط، بصح النتيجه تكون هايله، يعني كي تخدموها راح تخدموا بزاف حبايس بها هاد لاباط، وهي اللي تري امبورطون في لاباتيسري ومليحه، يعني تخدموا بزاف حبايس بها. شوفوا مليح كيفاش راني نحل فيها. هنايا راني درت اون كوند كونتيتي، اللي حبيت دير اون بيتيت كونتيتي دير تنقص لي زانغريديان. فوالا شوف كيفاش نطويها، شوف كيفاش خرجت لاباط، خرجت لي ليس بيان. الزبده هذيك راه مشات مع لا تيكستور تاع لاباط. فوالا دوك هنايا راني ندير التور الاخراني، التور الاخراني لا ميم شوز. حاجه الاولى لازم نونفونسي بيان هادوك لي فوي باش ما يهربوليش. هي
هي تشد شويه الوقت بصح كي تكمليها بعد خلاص تخبيها سي بون. على هذه ما كنتش حابه ما قدرتش ندير لكم اون بات فيتي ولا كاش غاتو ولا كاش حاجه بها. هي لازم هاد لاباط لازم ندير لكم حصه وحدها باش تفهموها كي تسيوها ما راحش تندموا. يعني c'est une pâte très importante في la cuisine تاعنا في elle est très succulente وهايله. شوفوا كيفاش تحل بيان. هذه دوكا تحكم لكم شحال يعني تحطوها في الكونجيلاتور تقدروا ديروا بها بزاف عفايس لي سوكري اي لي سالي. اي فوالا لا بات كيفاش خرجت فوالا راني نطويها كيفاش خدمت خدمت بيان فوالا. دوكا درت لها السيتو هي لازم تندر فيها سيتو. علاش هنا لازم نرشمها باش نعرف علاش نرشم بلي بلي دو تاعي باش نعرف شحال من لي تو اللي درت لها. فوالا دوكا هنايا نغطيها بالبابي فيلم نغطيها بيان ونكوفريها ونخليها تروبوزي تاني 30 مينوت لو مينيموم. كي نقول 30 مينوت سي لو مينيموم. فوالا راني جبتها دوكا. دوكا انايا واش راح ندير راح نقطعها ونخليها نحطها في لي ساك دو كونجيلاسيون ونحطها دو كوتي في الكونجيلاتور كي نحب نخدم بها لي سالي ولا لي سوكري. نجبد لا كونتيتي اللي حبيتها وتقدر تحكم لكم حتى لشهر الكونجيلاتور ولا حتى لشهرين يعني كي تكون بيان كونسيرفي تحكم لكم اسي يعني اسي دو. شوفوا كيفاش خرجت ما شاء الله خرجت بيان الفيتاج تاعها خرج بيان. هذه شاكون تقدروا تحلوها هي كي تحلوها تحلوها 1 سنتيمتر ولا 1 دومي سنتيمتر كيما حبيتو السمك اللي حبيتو نتوما ما لازمش برك ديباسي 1 سنتيمتر السمك تاعها يعني ليبيسور تاعها نو دو با ديباسي 1 سنتيمتر كي تخدموها في كاش غاطو ولا فينوازري ولا فوالا. هنا راني درتها دون دي ساك دو كونجيلاسيون دونك نحطها في الكونجيلاتور كي نحب نستعملها نجبدها. واش نقول لكم والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.